النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. يأتي إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية كجزء من تطلعات مملكة البحرين لتكون مركزا لتسوية المنازعات التجارية الدولية. يتمتع ببنية تحتية متطورة والذي يستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي القوي في المنطقة. حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف المحامي صلاح المدفع، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. كيف يسهم مرسوم إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية في تعزيز مكانة البحرين كمركز عالمي لتسوية المنازعات التجارية الدولية؟ نعم، إصدار المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2024 بشأن إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية وجعل اختصاصها في نظر المنازعات التجارية الدولية، وجعل أيضا تعيين رئيسها ونائب الرئيس وأعضاء هيئة تسوية النزاع بمرسوم يجعل لها من الكفاءة والاستقلالية والقدرة على حسم النزاعات الشيء الكثير، خصوصا إذا عرفنا بأن هذا الاختصاص هذه المحكمة يكون باتفاق الخصوم على اختيار محكمة البحرين التجارية الدولية كمكان لتسوية نزاعاتهم. ستضع هذه المحكمة مملكة البحرين على خارطة الدول والمراكز تسوية المنازعات الدولية الكبيرة مثل سنغافورة ولندن وباريس. ونتمنى أن يتم ونتوقع أن يتم تعيين كفاءات سواء بحرينية أو غير بحرينية لشغل الوظائف العليا في هيئات تسوية النزاع، وهذا سوف يفتح الباب لتدرج البحرينيين المختصين في التحكيم وفي الخبرة القضائية وفي الاستشارات القانونية ليتبوأوا مناصب إن شاء الله في هذه المحكمة. وكذلك للمحامين البحرينيين الذي نص القانون على أنهم بإمكانهم العمل وتمثيل الخصوم أمام هذه المحكمة، وأيضا نص القانون على أن يلزم المحامي غير البحريني عند نظر المحكمة لهذا النزاع باللغة العربية أن يستعين بمحامي بحريني. فنتأمل خير من إنشاء هذه المحكمة لتكون رافدا مهما من روافد تعزيز مكانة البحرين على المستوى الدولي بإذن الله. نعم، المحامي صلاح المدفع، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية، شكرا جزيلا لك. أظهرت أرقام اقتصادية حديثة أن مؤشر ثقة المستهلك في دولة الكويت لشهر يوليو 2024 حافظ على مستوياته المرتفعة محققا 117 نقطة في نهاية يوليو، مع استمرار الوضع الاقتصادي الحالي بالارتفاع نتيجة المباشرة الفعلية في عدة مشاريع تنموية كانت منتظرة. وبحسب مؤشر شركة آراء للبحوث والاستشارات، فقد سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ أكثر من 12 عاما. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. صار
صعد الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل اليورو اليوم مع تراجع الرهانات على تبني مسار تيسير نقدي حاد في الولايات المتحدة، وذلك في وقت يترقب فيه المتداولون صدور تقرير الوظائف الأمريكي هذا الأسبوع. وصعد مؤشر الدولار مقابل 6 عملات رئيسية إلى 100.79 جزءا من النقطة في بداية التداولات، وهو مستوى لم يشهده منذ 20 من شهر أغسطس. تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم في ظل ترقب المستثمرين لأسبوع حافل بالبيانات وتصريحات من عدة مسؤولين من البنك المركزي الأوروبي بحثا عن أي مؤشرات حول توجه البنك بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 20% بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي، مع انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 22% في أغسطس ليتحرك بأبطأ وتيرة له منذ يوليو 2021. والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.